مرحبا بكم في هذا الفيديو. سنتعرف على طريقة فك انسداد رأس طابعة إبسون أو جفاف الحبر على مستوى طابعة إبسون XP 2100 أو طابعة من نفس النوع. سوف نحتاج لفك الانسداد باستعمال هذه الحقنة مع هذا الأنبوب، مع أيضا استعمال الكول طبي أو ما شابهه من ذلك. وأيضا سوف نحتاج إلى استعمال الورق، من الأحسن نقوم باستعمال الورق عكس المنشف الذي يحتوي على القطن، لأن رأس الطابعة حساس، من الأحسن نقوم باستعمال الورق. سنقوم الآن بإزالة الكرتوشات هكذا. وسنقوم بملء الحقنة بالكول، بعد أن قمنا بملء الحقنة سوف نقوم بوضع الورق تحت رأس الطابعة هكذا. هكذا هذا نقوم كما تلاحظون. نقوم الآن بتنظيف رأس الطابعة ذو اللون الأحمر هكذا. نقوم بالدفع قليلا هكذا، لاحظوا. إذا نقوم بتنظيف رأس الطابعة باللون الأصفر هكذا. هكذا قليلا نقوم الآن بتنظيف رأس الطابعة باللون الأسود هكذا.
اوكي. بعد التنظيف نقوم الآن بإرجاع الكارتوشات إلى مكانها هكذا.